خد خطوات للمجتمع وقاية ووعي بموضوع الوسواس، فأنا محتاج أنشر المعايير التشخيصية وأنشر دور الأهل ودور المسجد، ولا محتاج أخد مع المريض نفسه خطوة إن هو مثلا يدير أفكاره، إن هو يقف على غالبا بنلاقي صاحب الوسواس عنده فكرة الكمالية وعنده فكرة الكل أو لا شيء، فهل ممكن نعمل وقاية للمجتمع الوسواس القهري؟ هو الحقيقة فكرة الوقاية ممكن يكون أمر يعز تنفيذه بشكل كبير، لأن إحنا بنقول إن إحنا في خلل بيولوجي بيحصل، والخلل البيولوجي بيتحكم فيه عوامل كتيرة، ممكن تكون جينات، ممكن. لكن أقل حاجة إحنا بنعملها إن إحنا يبقى عندنا وعي بإن ده اسمه وسواس، والوسواس بيتعالج، وإن ده ما عندوش، ده مش مجنون، الشخص ده مش مجنون، ده مرض زي أي مرض ورد يجي لنا، يجي لأي حد فينا، وإنه بيتعالج ونديله وقت، وأي دعم الشخص ده محتاجه نديهوله. يعني كأننا لو عرفنا المرض وعرفنا إزاي نشخصه ورحبنا بالتشخيص والعلاج وادينا فرصة، ده اللي هيحل لنا المشكلة بشكل أساسي. الفكرة إن جوه الاسر وجوه المجتمع بيبقى في سخريه من المرض، بيبقى الاختلاط الخلط ما بين وسواس الشيطان والوسواس القهري عائق، يبقى الحواجز التعامل مع الطب النفسي والدواء والدوامه والقصص دي كلها بتخلي حد يفضل في هذا الذل والحبس والسجن والقهر لسنتين ثلاثه على الاقل قبل ما يفكر يروح للدكتور، علشان خايف من دوامه الدكتور. وده الحقيقه لو كلنا كمجتمع غيرنا وجهه نظرنا هنوفر كتير من عمرنا وهنوفر كتير من معاناتنا الحقيقه.